يقول السائل: ما رأيكم في الحوار مع بعض الفرق الضالة أو أصحاب الفرق الضالة عبر الإنترنت؟ الحوار الذي يقصد به بيان الحق ودحض الباطل وإقامة الحجة، هذا لا بأس به. قل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الحوار الذي يقصد منه بيان الحق ودحض الباطل لا بأس به مع الكفار ومع أهل الضلال ومع الفرق الضالة، ولكن لا يتولاه إلا أهل العلم، ما يتولاه الجهال أو المثقفون أو المفكرون، إنما يتولاه أهل العلم وأهل البصيرة الذين يعرفون الحجج والأدلة والبينات، لئلا ينتصر عليهم الخصم بجهلهم وعدم فقههم، فيعتبر هذا نقصاً على المسلمين. ما يدخل في الحوار إلا أهل العلم وأهل البصيرة وأهل المعرفة، ويكون الحوار بقصد بيان الحق ودحض الباطل كما ذكرنا. ما إذا كان القصد من الحوار التراضي بيننا وبينه، ونقول كل على مذهبه وكل ونتحاور من أجل التراضي، فهذا لا يجوز، هذا من المداهنة، هذا مداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ لا تجوز المداهنة مع أهل الضلال وأهل الكفر. نعم.